هلا رح خليك تعرف مين مجد. شو مانك قدي لحالك؟ خروق وبدك تعمل مراجل؟ تعك بشو؟ وهلا ورجيني مراجلك. عشو عم تضحك؟ من الخوف جنوا الصبي. شو طقوا في وزاتك؟ ليش عم تضحك؟ ما فيني شي، منظرك لحاله بيضحك. ليش شو فيني شي بيضحك؟ عشو اتفقنا ولا؟ ولا بتحب ذكرك؟ مو على اساس نتواجه لحالنا يا شبان؟ بتعرف اللي ما بيوفي بوعده بيلبسوه تنوره وانت ما وفيت. لهيك تخيلتك لابس تنوره وضحكتني عليك. اذا لبست تنوره بتطلع تاخذ العقل فيها. امسكوه منيح. ولا كمان راح لبسك للنورة ولف فك المدرسة كلها. تخلص ولا بأذيك. قول حاجة. مو حاجة هاني حاجة تضربه هلا بسرعه شيء كمان لك بلا لنا مشاكل. لوين هربتوا يا كلاب جبناء؟ اجا مجد. انا بفتح. ادي كملي اكلك انا بفتح له. مجد شو صاير لك؟ متخانق مع حدا؟ ما تخانقت ابي، انضربت. المهم رعبتهم مني وتمنوا اقول لهم حاجه بس ما حطيتها واطيه وما قلت لهم اياها ابدا. لهيك ضلوا يضربوني لتعبوا وهربوا من جبنهم. بس كنت مبسوط وحاسس حالي قوي لاني اكل ضرب بكرامه وهني خافوا مني. تركوني وهربوا مثل البرد. لك شو عم تقول انت؟ انا طالع على اوضتي. قولي لابي اني اكلت نصيبي اليوم، ياجل قتلته لبكره. مجد امي اجا مجد. لوين؟ بدي حكي. مو وقتها. ليش مو وقتها؟ مزعوج كتير. اليوم اسود وشي قدام مديره قد ما اشتكى عليه، لهيك رايح فهمه كلمتين. ما في داعي هلا. مو على كيفك انا جميلة، عم تفهمي؟ رجعي.
مين؟ افتح الباب. مو حسنا بابا. بدي احكي معك افتح. معلش تقلي اياهم من برا؟ اليوم حكيت مع مديرك واشتكى عليك، ليش ما عم تهتم بدروسك؟ من اليوم ورايح بهتم. كل مرة بتقلي هيك، بس ما شفت هالشي. افتح. هالمرة بوعدك عن جد. ليش عم تعمل مشاكل فيني افهم؟ سوت وشنا. هي بدل ما تهتم بدروسك، افتح الباب. هلا ما عطلع حسك مو هيك يا حمار؟ بس شاطر بالزعرنة وكسلان كمان؟ لك انا مضيع عمري بالبحر ليش؟ مو كرمال تتعلموا انتو؟ مو مشان ما تنحرموا من شي؟ هجزتي منكن؟ ذرة مسؤولية ما في عندك؟ مو خجلان من حالك؟ افتح الباب! افتح ولا بكسره! يلا ولا افتح الباب! يا ريت ما كنت بعيد عنا بابا، وبدال ما تجيب لنا هدايا من اوروبا وامريكا، يا ريتك ضليت فوق راسنا. المشكلة انك بتغيب عنا شهور، وبس ترجع بتلومنا على اغلاطنا، وعلى اي شيء بتنزل فينا بهادل. يا ريت لو حبيتنا من قلبك، يمكن ما كنت اضطريت اتخانق مع حدا بالمدرسة. مجد، مين اللي ضربك هيك؟ علقت خناقة بابا وانضربت. اطلع من الأوضة. تعالي بكفي حاجة تضغط عليه، اترك الولد بحاله. تعا حبيبي، تعا امشي نروح نلعب بالطيارة. شبك؟ ضربك شو عمل؟ عمل لك شي؟ ما في شي، لا تخافي، ما ضربني. أنا تعبان أمي، بدي نام. طيب حبيبي، خلص بنحكي بعدين. Thank you.